مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تيفي. نبدأها إذن من يومية المساء التي تعنون العواصف الثلجية بالأطلس تعزل مدنا وقرى بكاملها. وفي تفاصيل الخبر، أكدت اليومية أن الثلوج عزلت سكان المداشر والقرى في المناطق الجبلية من المغرب العميق وضاعفت من معاناتهم وصعبت عملية تنقلهم للتزود بالمواد الغذائية وحطب التدفئة الذي يعد أهم ما يقاوم به سكان تلك المناطق موجات البرد القارس التي تجثم على المنطقة. اتهامات باغتصاب مرحلين من بويا عمر، عنوان اخترناه لكم من يومية الصباح. وفي التفاصيل، نقلت اليومية عن عائلات مرضى بويا عمر الذين أودعوا في مختلف مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، معطيات خطيرة عما يتعرض له أبناؤها ببعض هذه المؤسسات الاستشفائية ومراكز الإيواء الاجتماعية، خاصة في الجديدة وتطمليل بالبيضاء وسيدي قاسم والصويرة وأسفي، مضيفة أن العائلات فجرت هذه القضية في ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية لعائلات المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية أمسنا الأحد بالدار البيضاء. ونختم من يومية أخبار اليوم التي تعنون ثورة شبابية ضد شركات الاتصالات التي حرمت الملايين من المكالمات المجانية. وتضيف اليومية في تفاصيل الخبر، خطوة أخرى تقدم عليها الشركات الثلاث للاتصالات الهاتفية تثير غضب ملايين الشباب المغاربة، فقد عممت قرارا سابقا بمنع الخدمات الصوتية المجانية واتساب وفايبر لتشمل الاشتراكات بالنوع ADSL بعدما كانت مقصرة على شبكتي 2G و 3G. نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء.